أيها الحضور الكريم، في البداية أتوجه بالشكر والتقدير للسيد رئيس المجلس العلمي المحلي وأعضائه، والسيد رئيس جمعية سيدي بوطيب وأعضائها الذين نسقوا لإقامة هذا الحفل الديني المتميز بضريح الولي الصالح سيدي بوطيب بن يحيى المسوري. فإن هذا الحفل الديني الكبير والذي يحضره أهل الله وعلى رأسهم عامل صاحب الجلالة على الإقليم الذي ما فتئ يحضر هذه اللقاءات الدينية، هذا الحفل الديني البهيج الذي تعيشه مدينة ميسور عاصمة إقليم بولمان بمناسبة مهرجانها السنوي، والذي يتزامن هذه السنة مع أغلى ذكرى على المغاربة من طنجة إلى الجويرة. إنها ذكرى تربع أمير المؤمنين سبط الرسول الكريم جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. في هذا اليوم المبارك السعيد وبضارح الولي الصالح سيدي أبي الطيب بن يحيى المسوري نحيي حفلا دينيا متميز. فمن خلال هذا الحفل المبارك السعيد نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمير البلاد وقائدها جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير الجليل. نحن بضريح الولي الصالح سيدي أبي الطيب بن يحيى المسوري الإدريسي نسبا نحتفل بهذا الحفل المبارك الذي يتزامن وتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين الكرام أسكنهم الله فسيح الجنان مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أولا كنشكر الشيوخ اللي قرروا لي المواد ديال القرآن، وهذا القرآن تبارك الله نعمة، كنحمد الله على فوز إن شاء الله. شكرا أخوي. من وقتاش وانت كتحفظ القرآن؟ شحال من حيز اللي حافظ؟ تقريبا دابا شي 3 سنين، عندي السلكة الأولى وراني على بالي السلكة الثانية إن شاء الله. وصلت تقريبا شي 7 الأحزاب، أول مشاركة ليا في هذه المسابقة الحمد لله. ديت شحال كنتوما في المسابقة؟ ها؟ شحال كنتو في المسابقة؟ كاين 3 من هاد الجمعية و3 من جمعية الفيلات، كاين 2 جمعيات، 6 بالمجموع. جيت أنا الفائز الأول الحمد لله.